بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فلما كان من الواجب على كل امرأة مسلمة معرفة أحكام طهارتها حتى تصح عبادتها، من أجل ذلك سيسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم شرح رسالة لكل امرأة، تيسير أحكام الحيض، لفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الخامسة، والتي هي بعنوان أحكام النفاس وأحكام تتعلق بالحيض وأثره في الصلاة والصوم. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، أقول اليوم إن شاء الله النفاس. النفاس لغة هو الولادة، وشرعا هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الوضع، أي عقب فراغ الرحم من الحمل، ويسمى نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، يعني نفس تخرج ثم يعقب بعد ذلك دم ينزل يرخيه الرحم، ويقال مرأة نفساء، ويجمع على نفاس، نساء نفاس. فالنفاس هو نزول الدم عقب الولادة وبعد الصق، وبعد الصق يكون نفاسا كما سأبين الوقت الذي تحسبه المرأة أن يكون نفاسا. الغرض المقصود أن النفاس هو الدم الذي ينزل من فرج المرأة عقب الولادة. أحكام النفاس تساوي أحكام الحيض، حذو القذة بالقذة، بمعنى أن المرأة الحائض إن كان يحرم عليها قراءة القرآن، يحرم عليها دخول المسجد، يحرم عليها أن يجامعها زوجها، يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن تصوم، يحرم عليها طواف البيت، يحرم عليها كل ذلك، فالمرأة النفاس تساوي المرأة الحائض. لا يجوز أن يجامعها زوجها، لا تدخل المسجد، لا تقرأ، لا تصلي، لا تصوم، لا تمس المصحف، هذا كله الحائض والنفساء سواء بسواء، فإنه يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويسقط بالنفاس ما يسقط بالحيض، إلا في أمور ليس الأمر الكلام عليها الآن. أكثر مدة النفاس، اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس. إذا قلت أكثر مدة لابد أن أعرف أولا على أقل مدة. امرأة ولدت وبعد الولادة نازل منها نقاط دم، ثم رأت القصة البيضاء، هذه نقول نفاسك هذه النقاط، نفاسك هذه المدة التي نزل فيها بعض الدم ورأيت القصة، فاغتسلي وصلي وصومي واقرأي وادخلي المسجد لجامعه زوجك، لأنك قد طهرت. فلا حد الأقل، لو لحظة واحدة تكون قد طهرت وتسمى نفاس في هذه اللحظة فقط. أما أكثر مدة النفاس فإن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قول مالك والشافعي، وهو قول داود وعطاء والشعبي وغيرهم من التابعين. قالوا أكثر مدة النفاس 60 يوما، يعني تعد المرأة التي نزل عليها الدم 60 يوما، تعد يوما ثم يوما 60 يوم. فإذا استمر الدم معها، إذا استمر الدم معها بعد 60 يوم، تقول الآن أنا مستحاضة. لا،
هذا اليوم 61 هذا ليس بدم حيض، فتدخل فتغتسل ثم تستذكر تتحصن وتتوضأ وتصلي وتقول أنا مستحاضة، أحكام المستحاضة أنا أقوم بها. إذن المدة أو أكثر المدة من نفاس 60 يوما. بعدما ولدت استمر الدم 60 يوم، أقول لها 61 ليس بنفاس ولكنه استحاضة. هذا قول مالك والشافعي، وسأبين أن هذا القول هو القول الصحيح. وقد قال الأوزاعي وهو من جهابذة الفقهاء، قال الأوزاعي الشامي عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر، فهذا على الوجود، ومدار الأحكام في هذه المسألة على الوجود كما سأبين. يعني وجد في النساء من ترى الدم بعد الولادة 60 يوما. القول الثاني قول أبي حنيفة والثوري وأحمد ومن الشافعية المزني، قالوا أكثر مدة النفاس 40 يوما، ودليلهم في ذلك ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها ورضاها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما، تجلس 40 يوما. هذا الذي استدل به الحنابلة ومن وافقهم، قالوا هي تجلس 40 يوما على عهد النبي، فهذا توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح من ذلك أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، أكثر مدة النفاس 60 يوما. لما؟ لأن المسألة في هذه سواء نزول الدم أو غيره مداره على الوجود، فإن وجدت امرأة ينزل عليها الدم الذي نزل حين الولادة إلى آخر يوم في 60 يوم نزل بنفس الصفة ونفس اللون ونفس الرائحة، لا نغير بين الحكم، بل الحكم واحد. وقد قال الأوزاعي كما قلت وجد من النساء من ترى الدم 60 يوما، فأقول إذا وجد من النساء من ترى ذلك فالحكم مع الوجود. طب كيف نفعل بحديث النبي ونحن ليل نهار نقول ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هتأخذ بالشافعي والأوزاعي وتترك قول رسول الله؟ أيها الجاهل، نعم أكون جاهلا حقا وأكون معاندا حقا عندما أجد حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بقول فلان وعلان والشيخ الفلاني والفقيه الفلاني، لا والله ما أخذ إلا بحديث النبي. لكني أقول هنا هذا الحديث ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إخبار بأن النساء في عصر النبي كنا يمكثن 40 يوما فينقطع الدم، فإن وجد من ترى الدم أكثر من 40 يوما أخذنا به، لأن النبي لم يقل إن مدة النفاس أو أكثر مدة النفاس عند المرأة 40، لا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن كانت النساء وغالب النساء حتى في عصورنا هذا غالب النساء عادتهن في النفاس 60 يوما، فيكون مدار الحديث على الأغلب. يعني غالب النساء في عصر النبي كنا يمكثن 40 يوما نفاسا. الثمرة من هذا الخلاف أن أقول عندما ترى المرأة الدم بعد 40 تحسبه من النفاس، لا تصلي، لا تصوم، لا تدخل المسجد، لا يجامع زوجها، ثم إذا مكثت إلى 60 فرأت الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. هذا الراجح في هذه المسألة، أكثر مدة النفاس 60 يوما. المسألة الثانية الوضع الذي يثبت به النفاس، يعني مدة أو قدر المدة التي يثبت بها النفاس. المدة هو أن تضع المرأة ما تم له 4 أشهر، ما تم له 4 أشهر ويخرج معه دم فهذا نفاس. بمعنى امرأة كانت حاملا في الشهر الأول فأسقطت، فعقب هذا الإسقاط الدم، فنقول لها هذا الدم دم فساد، دم علة، ليس دم نفاس، اغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. طيب امرأة أخرى، حالة أخرى، كانت حاملا في الشهر الثالث فأسقطت، فعقب الإسقاط الدم، نقول لها هذا دم فساد، دم علة، وليس بدم حيض أي دم نفاس، بل اغسلي عنك الدم واغتسلي. لما تغتسل؟ لخروج هذا الإسقاط.
فاغتسلي ثم اغسلي عنك الدم ثم توضئي وصلي. الحالة الرابعة، جاءت امرأة فأسقطت في الشهر الرابع بعد 120 يوم، أسقطت في الشهر الرابع وعقب هذا الإجهاض الدم، فنقول هذا الدم دم نفاس من كفر. لا تصلي لا تصومي، يحرم عليك ما يحرم على الحائض حتى تطهري. فإن استمر معك الدم إلى 40 فأنت في نفاس، فإن استمر إلى 60 فأنت في نفاس، فإن استمر فوق ذلك فأنت مستحاضة. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى أن عدى 120 يوما فينفخ فيه الروح. فنفخ الروح معتبر بعد 120، وإن كان هناك رواية تثبت أنه ينفخ الروح بعد 60 يوم، لكن نحن مع الغالب فنقول تحسب المرأة نفاسها إذا أسقطت لمدة 4 أشهر. لكن المسائل المهمة ألا وهي الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض. أولا، الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم. إن المرأة إذا حاضت فإنها تدع الصلاة والصوم، وإن فعلت أثمت بذلك، إذ يحرم عليها الصلاة والصوم لأن الله حرم عليها الصلاة حين حيضها وحرم عليها الصوم حين حيضها. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها. وفي رواية أخرى في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزة، امرأة عاقلة فقيها، قالت: وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال: تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. تكثرنا اللعن على ما ترى من طول اللسان، السب والشتم واللعائن والتعدي على الحدود، ويكثرنا العشير يعني الزوج يأتي لها بكل خير، الأصابع كلها تضيء لها كالشمعة، ثم بعد ذلك ترى منه ما تكره مرة واحدة، تقول: لم أرى منك خيرا قط. جحدت بكل هذه النعائم مرة واحدة وجعلتها خلفها زهريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فقال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. الشاهد: تمكث الليالي لا تصلي لأنها حائض. إذن الحكم الأول: لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا يجوز للمرأة أن تصوم حينما تكون حائضة. طبعا أمهاتنا والعوام من النساء كثير ما يقع منهن في رمضان، إذا حاضت قالت: لا، لا يمكن أن أنا أفطر، فتأتي إلى آخر اليوم قبل غروب الشمس تقول: أشرب جرعة ماء أجرح صيامي فقط. وهذا تنطع في الدين، وهذه مخالفة صريحة. آثمة مرتين، آثمة لأنها لم تأخذ بالحرمة التي حرم الله عليها بأن تصوم، والأمر الثاني منعت نفسها مما هو مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن كان ليس نصا في هذه المسألة لكني أستأنس به، فعلى المرأة أن تفطر وليس عليها ثمة حرج أن تفطر في يوم رمضان إذا كانت حائضة، فلا تصوم ولا تصلي. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتدع، تترك يعني الصلاة من كل شهر أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. نستدل بهذا الحديث على مسألة مهمة جدا قد مضت، ما هي المسألة وكيف الاستدلال؟ أبو معن، أحسنت. العدة، عدة المرأة هل بالحيض أم بالطهر؟ وهذا الحديث دلال على إيش؟ على أن القرء هو الحيض، لأنه قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام طهرها. صح،
أيام حيضها لا أيام طهرها، فهذه دلالة أن القرب يسمى الحيض. أيضا في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، هذا هو الشاهد. فإذا أقبلت الحيضة يعني في الحيض يحرم عليك أن تصلي، قال فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأيضا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي أو عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذكر ثم لتصلي. وهذه الأدلة كلها متعاضدة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي. حكم قضاء الصلاة، طب هي لا تصلي إذا حاضت، هل تقضي الصلاة أم لا تقضي الصلاة؟ أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا قضاء عليها، إلا في قول شذ به بعض الخوارج، والخوارج إذا خالفوا فإن الخلاف لا يعتد به. أجمع أهل السنة والجماعة بأن المرأة الحائض لا تصلي، فإذا طهرت لا تقضي الصلاة. ومستند أهل السنة والجماعة في الإجماع أو مستند الإجماع حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها معاذة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فإذا المرأة لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم. لابد أن نقوم من هذه المسألة وهي مسألة تتعلق بقضاء الصلاة. إذا قلنا بأن المرأة لا تقضي الصلاة، هنا مسألة مهمة جدا، وهي أولا امرأة تدرك قدر ركعة كاملة من صلاة المغرب، مثلا غربت الشمس والشفق الأحمر غرب، فقبل أن يأفل وبعد غروب الشمس لحقت المرأة على الطهر ركعة من صلاة المغرب، لكن ذهبت تتوضأ نزل عليها الدم، فهل حينما تطهر تصلي المغرب أو لا تصلي المغرب؟ طيب أسهل عليكم، امرأة قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة حاضر، يبقى إذن هي لحقت ركعة من صلاة الفجر وهي طاهر، فهل صلاة الفجر عليها أم لا؟ الصحيح الراجح بذلك عليها صلاة الفجر، لأن إذا طهرت لا بد أن تصلي الفجر أولا قضاء ثم تصلي الصلوات تستحضرها وتستخدمها بين يديها. الدليل على ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة إذا لم تدرك ركعة كاملة لا يلزمها الصلاة، لأنه قال إذا أدركت ركعة كاملة لزمتها الصلاة، الصلاة التي فيها هذه الركعة، لأن الإنسان قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذه دلالة واضحة على أن الركعة التي أدركتها تدرك بذلك الصلاة ويلزمها قضاء هذه الصلاة. يكون هذا الحكم مستثنى من الحكم العام الذي حرم عليها القضاء، هي لا تقضي، لكن إذا لحقت بركعة واحدة مقدار ركعة واحدة طاهرة ثم حاضت عليها قضاء هذه الصلاة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، إذا أدركت ركعة من وقت العصر فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر أم لا؟ بمعنى امرأة أدركت صلاة العصر طاهرة، كانت حائضة وطهرت وقت صلاة العصر، فهل تأتي بالظهر والعصر أم تأتي بالعصر فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، جمهور أهل العلم يرون أنها تأتي بالعصر والظهر، وأيضا إذا طهرت وقت صلاة العشاء فعليها المغرب والعشاء، وإذا طهرت وقت الفجر عليها إيش؟ الفجر والظهر والفجر فقط؟ فجر فقط. إذا نقول إذا طهرت بعد صلاة العصر فعليها الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد صلاة المغرب فعليها المغرب والعشاء. هذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وبعض العلماء قالوا عليها تقضي المغرب مع العشاء وتقضي الظهر مع العصر. وأدلتهم في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ونقل أيضا بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف أنهما قال في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، قال تصلي المغرب والعشاء.
وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. والعلة عندهم في ذلك لأن وقت الثانية وقت الأولى في حالة العذر. كيف ذلك؟ إذا سافر المرء هل له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير أم لا؟ له، هذا على الراجح ما قاله العلم. وهل له يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير على وقت العشاء ولا لا؟ نعم. وله في المطر أن يفعل ذلك ولا لا؟ لأن الإنسان جمع بين المغرب والعشاء كما في صحيح البخاري جمع بينهما من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس علامة لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته أو لا يحرج على أمته. فالصحيح الراجح في ذلك عندهم التعليل أن وقت العصر وقت للظهر عند الضرورة، وهي في ضرورة، فإذا طهرت العصر لها أن تصلي الظهر، وأيضا إذا طهرت العشاء لها أن تصلي المغرب مع العشاء. القول الثاني هو قول المالكية وهو قول بعض الأحناف أو قول بعض المالكية والأحناف، قالوا لا تصلي إلا الصلاة التي أدركتها، يعني إذا طهرت في صلاة العصر ليس عليها إلا العصر، وإذا طهرت في العشاء فليس عليها إلا العشاء. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح، أن امرأة حائض إذا طهرت وقت صلاة العصر ليس عليها الظهر والعصر بل عليها العصر فقط، وإذا طهرت وقت العشاء فليس عليها إلا العشاء. والأدلة على ذلك، أولا البراءة الأصلية، فإنها عندما كانت حائض حرم الله عليها الصلاة، فوقت الظهر كانت حائضة يحرم أم يحل؟ يحرم. طهرت وقت العصر فليس عليها إلا وقت ما طهرت صلاة العصر. إذن الأصل البراءة الأصلية، الأصل أن الذمة غير مشغولة بأي عبادة، حتى دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هذه العبادة ولم يأتي. إذن الأصل البراءة الأصلية، فالبراءة الأصلية فقد أسقط الشرع عنها الصلاة حين حيضها ثم أمرها حين الطهر، فحين الطهر لها هذه الصلاة التي طهرت فيها فقط. الدليل الثاني قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وجه الدلالة لم يقل أدرك الظهر والعصر، قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك الظهر والعصر. وهذا الحديث وجه الدلالة منه العموم، لأنه قال من أدرك، ومن أسماء المبهمة تدل على العموم، بمعنى من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، من أدرك رجلا أو شيخا أو شابا صغيرا أو امرأة سواء طاهرا أو حائض، صح؟ يبقى الحائض إذا طهرت وقت العصر نزلت تحت العموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طهرت المرأة وقت العصر من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الظهر والعصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، قال فقد أدرك العصر ولم يذكر الظهر مع العصر، فإذا أدركت ركعة من العصر ليس عليها إلا العصر، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد على من استدل بقول ابن عباس فنقول قول ابن عباس قد خالف قول النبي، بمن نأخذ؟ قول النبي قد قال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن إذا خالف ابن عباس أو خالف ابن عوف النبي فإنا نأخذ بقول النبي ولا نأخذ بقول ابن عباس. أيضا قياس ابن عباس على الضرورة قياس فاسد الاعتبار، لأنه صادم نصا وهو قول النبي من أدرك ركعة، ومن للعموم، ويدخل فيه المرأة التي طهرت، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، وهذا الراجح الصحيح. أيضا يلحق بذلك لو سمعت سجدة لا يجوز لها السجود، وأيضا سجود الشكر لابد أن تكون على طهارة، تأخذ حكم الطاهر فيها. ثم الأسبوع القادم هنفرد مسألة قراءة الحائض للقرآن ودخول الحائض المسجد، سنفردها الأسبوع القادم بمحاضرة تامة سآتيكم بكل أدلة المشرق والمغرب حديثيا وفقهيا وأصوليا وبالفطر السليمة وبالعواطف وبديار التحفيظ وبكل ممكن ما نجد من أدلة نتكلم عنها، لنرى المنصف اللبيب القريب ينظر أين الحق فيأخذ به وأين الباطل فيطرحه خلف ظهريا. والله بكل إنصاف سأأتي بكل أدلة الطرفين مع بيان الترجيح مع بيان المرجح
مع بيان الرد على المخالف حديثيا وفقهيا. خذ قولي هذا استغفر الله لي ولك. جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.